طيب ايه اللي حاصل في الزمالك بعد التعادل؟ انا ليا رأي بس اقوله بعد المراسل، يعني خلينا بس الزميل الاستاذ اسلام محمد صديقنا ومراسلنا في كرة بلدنا والناقد الرياضي المحترم في موقع كل الكرة كان متواجدا في ملعب المباراة، خليه بس يحكي لنا بعض الحاجات حصرية لينا وبعد كده اقول لكم رأيي. لسه يا كولر مش كده يا كولر يا كولر حرام عليك يا استاذ اسلام. سلام عليكم. عليكم السلام يا جنرال، اخبارك يا اسلام؟ الحمد لله جنرال، ربنا يخليك. الميكروفون معك، احكي لنا بقى كواليس لقاء الزمالك وانبي وردود افعال التعادل وايه اللي استوقفك في الملعب وبعد المباراه، وطمنا على شيكابالا واصابته. لو خلينا نبدا من عند شيكابالا كان الزملكاويه اللي معانا وننفرد بالحاله الصحيه لشيكابالا، خصوصا ان انا عرفت انه طلع من الملعب على المركز الطبي في المقاولون العرب. فخلينا ابدا معاكم اطمنكم على شيكابالا. شيكابالا عنده مشكله في دراعه وبيعمل اشعاعات وانا بكلمكم دلوقتي في المركز الطبي في المقاولون العرب. اقول تاني، شيكابالا اصيب في ساقه هنا وعمل له جبيره الدكتور محمد اسامه وطلع من الملعب مصاب، وبعد كده خدوه فورا ونقلوه على المركز الطبي في المقاولون العرب. الدنيا زي الفل وشيكابالا زي الفل، ولكن لسه الاشاعه ما ظهرتش ولم يعلن طبيعه اصابته ايه واذا كان هيغيب ولا لا. اتفضل يا اسلام. بنعتذر عشان قطع الصوت بس ظهرنا. لا اتفضل يا حبيبي. لسه راجع على الطريق. عايز اقول لك النهارده طبعا طبعا كانت مباراه كبيره ما بين الزمالك وانبي. انبي طبعا زي ما اتكلمنا امبارح مع حضرتك وقلنا ان انبي ماشي على صفره وبيسيب صفره وكان شايف كل السطور زي ما حضرتك قلت، ولكن انبي ظهر النهارده، يعني خلينا نقول كده العين الحمراء. الحقيقه خلي بالك، عايز اتكلم بس نطمن الاول الزملكاويه زي ما حضرتك قلت على شيكابالا. شيكابالا بالفعل من المباراه فورا، من فور خروجه من الملعب عقب المباراه مباشره توجهت طبعا للدكتور محمد اسامه طبيب الفريق طبعا عشان اطمن على شيكابالا، وقال لي نصا كده، قال لي شيكابالا حالا احنا رايحين المستشفى هنعمل اشعه على الكتف لان هو خد كدمه قويه جدا في الكتف من الاعلى. هي كانت كدمه، ولكن هو اكد لي ان ما فيش اي حاجه نقدر نتكلم فيها دلوقتي غير لما نعمل الاشعه. قلت له امتى يا دكتور الاشعه ممكن ان احنا نطمن على شيكابالا؟ قال لي احنا هنعملها على الفور، يا دوبك خرجوا بالفعل من ملعب المباراه على المستشفى فورا وما زال لسه اللاعب في المستشفى. تمام، نروح بقى قول لنا ايه اللي استوقفك في الملعب وردود افعال التعادل يا اسلام. الحقيقه الاجواء كانت، يعني عايز اقول لك ان النهارده كانت اجواء ملتهبه داخل استاد المقاولين العرب. طبعا زي ما احنا شفنا اعداد كبيره من جمهور نادي الزمالك. عايز اقول لك من بدايه المباراه يا استاذ عبد الناصر تشجيع جنوني، تشجيع غير عادي. الحقيقه انا بثني كل الثناء على جمهور نادي الزمالك بغض النظر فريق خسران السوبر اداء ونتيجه ولقب امام الغريم التقليدي طبعا النادي الاهلي، ولكن عايز اقول لك تشجيع من بدايه اللقاء، من قبل اللقاء، من اول ما الفريق كمان نزل عمل الاحماء يا استاذ عبد الناصر، هتافات لفريرة مدويه داخل استاد المقاولين، هتافات بالجمله لفريرة تحديدا، وان الجماهير بتدعمه بغض النظر عن البطوله اللي خسرها. ده كانت لفتة انتباه كبيره جدا من اول المباراه، بينادوا على اللعيبه، بينادوا على شيكابالا، بينادوا على مصطفى شلبي ايضا، بينادوا على فريرة، نادوا على 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 معظم اللاعبين يا استاذ عبد الناصر. خليني برضو اكد لك ان النهارده كان متواجد في المقصوره معظم مجلس الاداره، كان موجود اللواء علاء مالك، كان موجود المستشار احمد جلال ابراهيم ايضا، كان موجود اللواء علاء ناجي، كان موجود كمان خلي بالك بصحبه امير مرتضى كان متواجد النهارده محمد عبد المنصف. شفنا ايضا اللفته الكبيره اللي عملها امام عاشور والرجوع للشعر الطبيعي اللون الاسمر، وزي ما احنا انفردنا على كوره بلدنا بصوره امام بعد رجوعه للون الاسمر لشعره مجددا. شفنا كمان الصور التذكاريه مع امام عاشور ومع ذو الهمم يا استاذ عبد الناصر. الحقيقه كان النهارده بغض النظر عن النتيجه اكيد كل الناس كانت حزينه. طب يا اسلام، شهاده لوجه الله، العدد اللي كان في الملعب 3000؟
لا اعتقد ان العدد كان اكبر من كده، خاصه ان خلي بالك الجزء كله اللي كان ورا ملعب الجزء اللي كان تحديدا اللي كان تحت الساعه كان ممتلئ. خلي بالك كان العدد كان كبير جدا، اكثر من 3000 مشجع بالنسبه لنادي الزمالك. لا العدد، لا العدد ازيد من كده بكثير، ده من خلال رؤيتي للمشهد. وخلي بالك كمان كان فيه كمان جمهور متواجد ايضا، يعني ممكن تكون الكاميرا ما جابتش الجمهور اللي كان متواجد في المقصوره كمان. اعتقد ان الموضوع كان زياده عن العدد اللي هو ال 3000 اللي حضرتك ذكرته ده. طيب نروح بقى لاجواء ما بعد المباراه. انتهت المباراه بالتعادل وواحد واحد، ايه اللي حصل بقى بعد المباراه؟ في اي حاجه؟ عايز اقول لك ان مسؤولين انبي كانوا في منتهى السعاده، مش بسبب التعادل ولكن بسبب الاداء المتذبذب اللي كان ماشي على انبي المباريات اللي فاتت. الحقيقه احمد كشري عايز اقول لك انا جمعني حديث بيه مباشره بعد اللقاء. الراجل في منتهى السعاده، الراجل اي حد بيقابله بيحضنه وبيبوسه بمجرد التعادل. خلي بالك ده قال لي جمله كمان، قال لي جمله كبيره جدا، قال لي بالنسبه لي التعادل ده هو مكسب. كل ما بيقابل حد يا استاذ عبد الناصر بيقول له انا فزت على نادي الزمالك وليس تعادلت مع نادي الزمالك. قال لي انا بالنص كده عصب المؤتمر الصحفي، قال لي احنا كنا الاحق بالفوز، احنا ضيعنا فوز من ايدينا، ضيعنا 3 نقاط، استحوذنا على المباراه تحديدا في الشوط الثاني بعد ما الزمالك وقع بدنيا. جمعني لقاء ايمن ايضا بالاستاذ ايمن الشريعي رئيس مجلس اداره نادي انبي بعد المباراه مباشره، واكد لي ان التعادل مع نادي الزمالك هو بالتاكيد مكسب كبير في ظل الظروف اللي كان بيعاني منها الفريق المباريات اللي فاتت زي ما ذكرت مع حضرتك. قلت له استاذ ايمن مفيش مكافئات بقى اجاده بالنسبه للفريق بعد التعادل ده، قال لي لا احنا دايما المكافئات بتطلع عقب الفوز، لكن اكيد انا سعيد بالكابتن احمد كشري، سعيد باداء كمان اللعيبه الرجوله رغم الغيابات. عايز اقول لك كان في غيابات بالجمله النهارده من نادي انبي، على راسهم اوفا طبعا المهاجم الاساسي بتاع الفريق. خلي بالك كمان كان النهارده الكابتن كشري بيدفع باكثر من ناشئ في الملعب، ممكن الناس ما كانتش حاسه ولكن الراجل اكد لنا في المؤتمر الصحفي كمان ان هو دفع باكثر من ناشئ عكس نادي الزمالك اللي كان بيلعب فول تيم تقريبا باستثناء احمد غياب احمد ابو الفتوح للاصابه. بس يعني ده الاجواء كانت مثاليه الحقيقه النهارده. شفنا عبد المنصف زي ما قلت لك بجانب امير مرتضى، شفنا كمان ظهور دونجا النهارده لاعب الزمالك بجانب ايضا امير مرتضى. عايز اقول لك ان الملعب النهارده يعني خلينا نقول ان نص الملعب كان ممتلئ عن اخره يا استاذ عبد الناصر. اجواء كانت في المقاولين ما نقدرش نقول غير ان هي كانت اجواء ملتهبه. الراجل كمان سالته على غياب امام عاشور بعد المباراه، وايه سبب غياب امام عاشور وهل امام عاشور كان مؤثر في اداء نادي الزمالك النهارده بعد الغياب. اكد لي قال لي بالنص كده استاذ عبد الناصر، قال لي ان امام عاشور ليس هو نادي الزمالك، امام عاشور لاعب من ضمن اللاعبين اللي متواجدين داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك دايما كان بيكسب في غياب امام عاشور، اللعيبه كلها اشاد باللعيبه كلها وقال لك ان سبب الخساره هو الاجهاد والسفر واحنا راجعين من الامارات يا استاذ عبد الناصر. طيب تمام، حلو قوي الكلام ده كله. طيب هل في اي رد فعل من الاداره بعد التعادل يا اسلام؟ حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي لا مفيش اي رد فعل خالص من اداره نادي الزمالك، محدش اتحدث مع الراجل، حتى الراجل خرج فورا من المؤتمر الصحفي على الاتوبيس. امير مرتضى كمان خرج، انا برضه اقول لك على معلومه مهمه جدا، امير مرتضى خرج بمفرده بالعربيه الخاصه بيه من استاد المقاولين، وزي ما قلت لك ركب الاتوبيس مع اللاعبين واللعيبه كلها خرجت مع بعض مفيش اي حاجه. بس الحاجه اللي احنا لمسناها من خلال متابعتنا للعيبه اندي وتحديدا الكابتن احمد كشري، عايز اقول لك الناس في منتهى السعاده، علي فوزي قائد فريق اندي مبسوط جدا. الحقيقه الناس عايز اقول لك يعني نقطه من نادي الزمالك، هم مبسوطين مش لمجرد النقطه، هم مبسوطين بالاداء اللي حصل والاداء الرجولي داخل ملعب استاد المقاولين النهارده امام فريق كبير بحجم نادي الزمالك. اشكرك شكرا جزيلا يا مهاي يا اسلام. شكرا يا رئيس، شكرا يا احمد. انا حبيت بس ابدا معاكم بالملعب واللي فيه، لان عايز اقول بس حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان يعني لسه الدوري طويل، لسه الدوري طويل جدا 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 جدا. ويعني انا عارف ان كل واحد بيفرح
في الثاني ومن حق ده يفرح وده يفرح والكلام ده كله، ولكن لسه الدوري طويل. ونصيحتي لجمهور الزمالك انهم هم يهدوا ويظلوا يساندوا الفرقه ويساندوا الفيريرا ويساندوا الجهاز الفني، لان لسه المشوار طويل جدا، لسه المشوار طويل جدا على كل الفرق. السنه دي دوري ملتهب ودوري ساخن للغايه، ما يفهوش يا مرحميني، كله ضرب كله ضرب. عايز احيي احمد كشري، اكل ما ظلمش بس احمد كشري او انساه. احمد كشري لعب شوط تاني هايل واستغل تراجع الزمالك وكان متفوق على فيريرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن مستر فيريرا أخطأ في كل تغييراته للمباراة الثانية على التوالي. فأحمد كشري استغل ده وعمل مباراة رائعة، وأنا أقول له بقول له مبروك البونط، لأن البونط ده فوز. البونط ده فوز ليه؟ لأن كان محتاج ثقة لمجموعة من اللعيبة، وأحمد كشري مدرب واعد وكبير، والفوز ده مش تعادل، ده بقول لك، انا بقول لك الفوز ده واليوم ده انتصار كبير هيساعد قبل التوقف ان احمد كشري يعمل حاجه مع فريق انبي. بحييك يا كابتن احمد، وبحيي لعيبه انبي ومجلس الاداره، وببارك لكم على النقطه لانكم فعلا تستحقوا، وكنت رائع جدا في اداره المباراه يا كابتن كشري.